دائما مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال. بالأمس كان هناك إصابة لأحد الأطفال في المواجهات التي اندلعت هنا، وهو الطفل حسين إياس شاهين 16 عاما. كانت هناك إصابة له بالرصاص الحي في قدميه الاثنتين، ونقل على إثرها إلى مستشفى الحسين الحكومي وأجرى هناك عملية جراحية. وكان هناك أيضا العشرات بإصابات بالاختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع. كان هناك 4 اعتقالات أيضا بالأمس، واقتحام ليلا لقرية حرملة شرق بيت لحم. وكان هناك تهديد من قبل قوات الاحتلال التي اقتحمت هذه القرية إذا ما كان هناك استمرار من قبل أهالي القرية بعمليات رشق سيارات المستوطنين، فإن قوات الاحتلال ستصعد من اقتحامها للقرية. إذا ما تحدثنا فجرا لهذا اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال أيضا شابين من مدينة بيت لحم وشاب آخر من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. هذه هي مجمل الأخبار هنا في المحافظة حتى هذه اللحظة. نعم، شكرا لك زميلتنا حياة حمدان، كنت معنا مباشرة من بيت لحم وصورة الأوضاع